ولسه مكملين مع البرنسيسة العسل مي عز الدين، وهنلعب معاها دلوقتي أبجد هوس. اتفضل. ودي لعبة بقى، بصي خلاص ولا افتراض ولا أي حاجة، تمام؟ ماشي، مع إني ما برتاحلكيش. لا اسمعي مني بس، دي هتجيبك بقى إيه، بصي فضل. في الانبساط خالص. أوكي. عارفة الحروف الأبجدية؟ الألف ب ت، هنعمل منهم قصة، يعني أنا أقول لك كلمة بالألف فأنت تردي عليا بكلمة بالب، جوه قصة، جملة يعني. ماشي؟ أوكي. فعايزة القصة تبقى إيه؟ معرفش يا شيماء، شوفي أنت. يعني مثلا نخليكي، بما إن أنت بتقولي إن أنت بتعرفي تظبطي شعر أصحابك، فنخليكي دكتورة عناية بالشعر وأنا جاية لك بسألك. تمام. ماشي؟ يلا. هبتدي أنا بالألف. أوكي. الحين يا دكتورة شعري اتحرق. ردي بالب. بايظ قوي. بايظ قوي يعني. تعبان خالص، تخيلي بيقع كده اهو في ايدي كده. ثانية واحدة واجي لك. جيتي في ايه ورحتي في ايه يا دكتورة؟ ده انا لسه داخلة لك، هتسيبيني وتمشي بقول لك شعري محروق. حرقة ازاي؟ خليت جوزي يكوهولي، قام اللي يتشك في قلبه حرقهولي. دولابك فيه صح؟ ايوه. دولابك فيه كريمات كفايه لشعرك وزيوت؟ زي ما تتخيلي تخيلي، مالية حاجات كتيره ولا فيش حاجه بتحوق. كملي. ما يتقالش عليه، ما انا هقول كلمه وبعدين عماله اقول يا رب ما تتقالش. خلاص هنعكس عشان انت خسرتي، بس كنت ممكن تقولي لي رش علي بايروسول. يا سلام. صح. بتبقى فين المصطلحات دي والواحد مزنوق. اتفضلي. طيب هنعكس بقى، انت تبتدي بالالف. اه تعالي مثلا نعمل ان احنا اتنين بيتخانقوا على مز واحد. ماشي ماشي، ابتدي انت بالالف. طب نقي فكره القصه. خلاص ان احنا اساسا ندور على حروف. طب نقي انت. لا خلاص، هم نقول كلام في المطلق يعني. حلوه القصه. طيب حلوه. طب نقول كلام في المطلق، اما نعرف نجيب الكلام اصلا نبقى نعمل عليك قصه. يلا ابتدي انت. ابتدي بالالف. اه امور قوي الواد. بقول لك ايه، انا بكرش عليه من سنه، تهوبي من ناحيته اكسر لك رجلك، سامعاني؟ طب اعمل ايه؟ تكرشي على مين يا بت؟ اه سرعه البديهه بقى بتاعت الكوميديا اللي بتفرق معايا. تكرشي على مين يا بت؟ ده انا اللي مختاراه وتبعي. سيبك ده بيبص لي بقاله سنه. والله سيبك بقى، في بقى فجأة هي لدغه عادي. جاتك وكسه. هيكون عينه منك وعينه مش مني؟ اهو ده انت. بس حبيبتي ده بيحبني انا. خيبة سودة على دماغه لو بقول له تاخدني انا ولا شيماء وياخد شيماء. ايوه بقى، ده احنا استنى اهو. ده انت ما تجيش شعرايا في وركي، يعني وركي ده يعمل منك ثلاثة. لا مش لا، انا شايفه طفله قاعده قدامي. لا ايه؟ ويا حبيبتي ايه مزنوقه في الكرنة والرياكشن. هلكه دماغي، هلكه دماغي، عايزه اقول لك جوه في مروحه شغاله. لا مش لاقيه. خسرت يا مي. اه.